قيشوني غادي للبحر. واخا اليوم فاش شفت في التطبيق البحر داير 180 يدير البحر قاصح. كل المهم فاش نهبطو ان شاء الله نشوفو الدعوة كيفاش دايره. هاد البلاصه هادي اللي غادي فيها دابا, هاد البلاصه هادي سميتها لافيراي. فهاد البلاصه هادي بالضبط علاش سميتها لافيراي, حيت دابا تقريبا من هنا الى عامين كانت هاد البلاصه هادي كانوا فيها كيبيعوا فيها الاجزاء ديال السيارات المستعمله والقديمه والجديده, يعني اي حاجه كتخص بالسيارات, كميوات, مطر, اي لعيبه كانوا كيبيعوها هنايا. وتقريبا دابا من هنايا لشي عامين دازت بحال هكا تحيدات وعطاهم بلايص في الصخيرات. وهاد الارض هادي كانت خاويه وكانوا من العام للعام كيكريوها, ولي من كيكريوها كيكريوها للناس اللي باغين يديروا تبيعوا الحواله. فاش كيجيو الناس هنايا كيجيبوا الكميوات ديالهم واللعيبات كيحطوهم هنايا وكيكريوا لهم البلاصه الحولي, ما عرفتش شحال كيحسبوا لي من راس. المهم ودابا هاد البلاصه هادي كيبنيو فيها مركز تجاري, وهاد المركز التجاري باش جا الموقع ديالو استراتيجي وخطير. السبب علاش؟ حيت منو البحر. وهاد الدار اللي ورايا الشركه ديال ماكدونالد المعروفه عطاو لمواليها تقريبا على حساب ما سمعت 500 مليون. نتوما في نظركم هاد 500 مليون تجيكم بانها كثيره, ولكن بالنسبه للشركه ديال ماكدونالد 500 مليون كيوالو. والسبب علاش؟ اول حاجه كاين مركز تجاري هنايا, ثاني حاجه كاين الطريق ديال البحر, وثالث حاجه هو الموقع منها البحر. والطريقه هذه كتكون عامره. اذا الشركه ديال ماكدو فكرت مزيان وبانت ليها هذا الموقع هذا استراتيجي 100%. اذا 500 مليون هذه تقدر ترجعها غير في 5 سنين ولا 10 سنين. دابا البلاصه اللي غادي ليها في الشنطه ديالي كما كتشوفوا كاين عمارات, وحنايا غادي نمشيو اللور ديال هاد العمارات هادو ونشوفوا البحر تما كيفاش داير. دابا شحال هادي كنا غير من الشنطه من الفوق كانت قبول هذيك البلاصه اللي غادي ليها دابا نيشان, ولكن فاش بناو هاد العمارات هادو ولينا الا بغينا نجيبوا الدوره خاصنا نجيبوا الدوره من هنايا وكنطلعوا مع الصخار واللعيبات. المهم انتم تشوفوا كل شيء, انا الطريق راه معدبه معدبه شويه ما فيها طلعه اوي وغدا وكتضياق قد ما انا غادي الطريق غدا وكتضياق وكاينه درديبه. اذا ما حديتيش راسك تزلق هنايا. واحد النهار تقطعت ليا الجاكيطه, كان هاد الكرياج هذا وبغيت ندخل من وسطو باش ندوق نبقى غادي ويتقطع ليا الجاكيطه. ولكن هنايا راه كاين واحد المنظر حقيقه لي هربان واعر, هانتوما تشوفوه. ما هنايا دابا فاش كتجي لهنايا كتطلع للقمه, القمه ديال البحر. اي 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 ترى واحد الطرف داخلين دابا دخلت للقمه انايا كما كتشوفوا. شتي على منظر كي داير من هنايا. وراحتو معايا لهنايا كاين واحد الخناشي, والحقيقه كاين واحد التساؤل في راسي كيفاش هاد الخناشي داروهم تما. المهم دابا غادي نمشيو لهاد الخناشي بعدا نشوفو شنو فيهم, ولكن الا بغيت ندوز من هنايا باش نمشي للخناشي الطريق ديالها صعيبة. علاش؟ أول حاجة كاين الصخر هنايا, وهاد الصخر هدا المقمقم ماشي صخر لي ملف. وتاني حاجة كاين صعاب الطريق هادي هي هاد الخوية اللي كاينة هنايا, وفي نفس الوقت هاد الحديدة هادي, الحديدة هادي إلا بغيت نطلع فيها خاصني نشد فيها, ولكن منعولش عليها. علاش؟ أول حاجة صفية وراشية, وفي نفس الوقت هاد البلاصة ديالها مهرسة, إذا خاصني نطلع ونبقى قادرة. وخا دابا كاينه الوقيته ديال التعمار, اذا البحر دابا تيعمر ولا سمعتو اي بان لكم بان البحر كيضرب واحد الطروفه اللي قاصحين. المهم انا هبط دابا غير نص الطريق ونشوف الدعوه كي دايره, حيت البلاصه اللي باغي نهبط ليها كيتضربوا فيها الطروفه. اذا الا مشيت تما تقدر يضربني شي طرف ويهبطني عنده. كما كتشوفوا هاي الطريق
هذه الطريق اللي ندوز منها نهبط من هنايا. واخا يبان لكم دابا البحر راه هادي، ولكن راه واحد شويه راه كيولي واحد الطرفه راه ما يمكنش نهبطوا من هنايا ونمشيو. المهم هاد البلاصه اللي غادي فيها دابا هادي ما كيضربوش فيها الطرفه، واخا هكا كيدخلوش فيها، ولكن هنايا كيدخلوا واحد الطرفه. هادشي ما غاديش نهبط حتى لتحت حيت البحر كيعمر وتما كاين الخف ما كاين الماء، غنضرب شي زلقه عالميه. المهم دابا وصلت للبلاصه اللي فيها الخناشي، كما كتشوفوا هاد الخناشي هادو، يعني هاد الخناشي هادو عامرين بالكاياس والسيما ورصحاحين واقفين على الصح كما كتشوفوا. ولاحظتوا يبان لكم بان حتى الخناشي راه تشرقوا يعني تقطعوا، والسبب علاش؟ الماء ديال البحر حيت فيه الملحه كي قدمنا كيوقع هنايا في هاد الحفاره هادو قدما تيبقى ياكل في الخناشي وكيتكالوا وكيتقطعوا. عرفتي دابا جاي واحد الطريف وي 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 وي. دابا هاد البلاصه هادي خطيره ديال بصح، علاش؟ الا بغيتي تعوم هنايا ما يمكنش تعوم حيت هنا كاين صخر وكاين جروفه. اذا هنايا الا مشيتي تعوم غير قرا الفاتحه قبل ما تلاح حيت ميمكنش تعوم هنا. مازال لها فهاديك البلاصه ولكن دخول حيت قد ما بقيتي حدا الصخر قد ما انت معرض للخطر اكثر. نزلت من الفوق كما شفتوا البحر كان قاطع تما، ولكن هنايا بانت ليا فيها العومه. علاش؟ كما غادي تشوفوا هنايا، هنايا البحر كيدخلوا الطرفه من هنايا كما كتلاحظوا الطرفه كيدخلوا من هنايا. ودابا غادي نمشيو ليهم، نمشيو ليهم ونوريكم منين كيخرجوا. كيخرجوا من واحد بلاصه ترى ناضيه هي ديال العومه، غير هي خصك تحضي معاها. هو الكهف شاه كيدخلوا من هنايا الطرف هذا. عرفتي هاد البلاصه هادي مازال برا في الشمس كاينه الصاد، ولكن هنايا هاد المغاره هادي وراه بارده دايره بحال شي فريكو، غير هي خاصك تحضي هنايا كيدخل واحد الطرف خاص حتى هنا. هاكا 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 الطرف هنايا كيدخلوا. عرفتي الصوت ديالهم، الصوت ديال الطرفه مع كتضربوا مع الصخر عرفتي راه كيتسمعوا.